انا عايز اعرف راي الدين بقى في الموضوع ده. تمام، يعني لو حد عنده نزعه دينيه فهل ده حلال ولا حرام؟ لو نزعه دينيه وما فيش اختلاط، تعالى الاول نشوف المداخله. طالما انت دخلت لي المدخل ده عشان بقى ارجع تاني للطب النفسي، ايه رايك؟ ماشي، يلا بينا. معانا مداخله مع الدكتور خالد غانم، استاذ الاديان والمذاهب جامعه الازهر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. الحمد لله. ايه راي حضرتك في الاختلاط ما بين البنت والولد لو زمايل او في نطاق الدراسه، ده حرام ولا حلال شرعا يا مولانا؟ في البدايه احيي الاستاذ المحترم التالي واحيي الضيف الكريم على راسي دكتور محمد، ومني ايضا اسمى تحيه لاسره هذا البرنامج الجميل. على راسنا. المخالطه مما تقتضيه المصالح العامه والمعاملات الضرورية، يعني لو في نطاق شغل مصالح حكومية. نعم. نعم. مراكز تسوق، مدرسة أو جامعة. تمام، دي حلال. والإسلام جاء بكل ما يحقق هذه المصالح. أوه. وما يقدم النفع للإنسانية جميعا. ولهذا فالمخالطة ليست فيها شيء ما دامت تقوم على قواعد وضوابط وأعراف اجتماعية. حتى إن القرآن الكريم توجد فيه بعض الآيات، ونذكر من آية منها تتحدث عن مخالطة الرجل للمرأة وعن حوار بين الرجل والمرأة في حديث دقيق. الله سبحانه وتعالى يقول فيه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. طبعا صدق الله. هذه الآية تقول للرجال إذا كانت المرأة في العدة من وفاء أو غير ذلك فلا إثم عليكم أن تلمحوا لها برغبتكم في الزواج منها، ولا يجوز لكم أن تصرحوا لها برغبتكم في الزواج منها ما دامت في فترة العدة. فهذا حديث دقيق يتعلق بأمر ألا وهو الزواج، فكيف إذا كان الإنسان يتحدث في مصلحة أو في عمل مع المرأة. او اذا كانت حتى انسه، يعني دي في حكم ان هي لسه مستنيه عدتها، فلو انسه بتختلف، لو هي حتى في حكم عمل لا او لا في حكم لا. الاسلام لم يحرم المخالطه او الحوار بين الرجل والمراه ما دام في الصالح العام وما دام يحقق. طب يا مولانا، اللي هم عملوه بقى فيها ان هي تتحرم من الكليه، ده حلال ولا حرام؟ حد يقدر يحرم حد من، يعني حلال ان حد يحرم حد من التعليم؟ بسبب هذا الموقف لا يجوز للأم أو للأهل الله أن يحرموا الأبناء من مهما التعليم. عملوا صح يا مولانا؟ نعم، مهما عملوا ما نحرمهمش من التعليم، نقدر نعاقب بأي حاجة تانية أو نقوم بأي حاجة تانية. أساليب العقاب مختلفة وأساليب التقويم مختلفة، ولكن ليس بالمنع والحرمان من التعليم، لأن العقول هذه إذا بنيت على علم وعلى ثقافة لا تقع في خطأ في الغالب. طبعا أنا بشكر حضرتك ونورتنا. تسلم لنا يا دكتور خالد غانم، أستاذ الأديان والمذاهب جامعة الأزهر.